استطاع البيتكوين لأول مرة في تاريخه أنه يقدر يكسر الأول تايم هايز. الآن وصل إلى أعلى سعر له في تاريخ البيتكوين، وصل إلى 66,300 دولار قبل شوي. تابعوا الفيديو الأخير حنتكلم عن الموضوع ده، وأيضا زي ما عودتكم حنتكلم عن أخبار سوق العملات الرقمية بشكل سريع ومختصر. وتذكروا يا جماعة خير، حنا جالسين نسولف هنا مع بعض، لا مستشار مالي ولا شيء من هذا القبيل، ولكن اقروا صندوق الوصف تحت، وانتبهوا من الصابين اللي يكتبوا لكم تحت في التعليقات وحطوا لكم رقم واتساب، حطوهم بلوك، سووهم سبام. وإذا عجبكم مثل المحتوى الله يعافيكم، ادعمونا قبل أن نبتدي باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات أساس تجيكم الفيديوهات أول بأول. خلونا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا جماعة خير في حلقة جديدة. قبل شوي ما شاء الله تبارك الله يا جماعة خير البيتكوين أنا أشوفه كذا قدام عيني رط 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 جالس يرتفع، طق 66,300 وشوي. يعني شوفوا ما شاء الله وقت تصوير الفيديو الآن على مدى يوم البيتكوين مرتفع 6%. طبعا ارتفاع البيتكوين بالقدر ذا ترى يعتبر شيء مو بسيط يعني، والإثيريوم برضو نفس الشيء 5.4، والسوق ككل طبعا أكيد بالتوالي يرتفع. يعني شوفوا يا جماعة الخير والله العظيم قبل شوي كذا ارتفاع ولسه يعني في مجال انه يرتفع مرة ثانية الى 66,300 وفوق يعني. والماركت كاب ما شاء الله تبارك الله 2.56 تريليون دولار وقت تصوير الفيديو. خلونا نبتدي بالاخبار بشكل سريع ومختصر. بالنسبة لكاردانو وعملة ADA يقولون بناء على التحليل الفني اللي في الموقع اللي هنا، وأجين قد لا يعني شيء يعني، انه في قربت العملة من شيء يسمى Death Cross او تقاطع الموت، بناء على ال 50 وال 100 exponential moving average زي ما انتم شايفين هنا في الشارت. يعني كل ماله قاعد يقرب من التقاطع، لو فعلا تقاطع بالغالب حينزل الى الاسفل، ولكن ممكن لو نزل حيرتد من عند يعني مناطق دعم قديمه زي اللي موجوده على 1.9 دولار. فاللي حاب يشتري مؤمن بالعمله ممكن يبتدي يحط الاوردرات من 1.9 وتحت، واجين هذه ما هي استشاره ماليه. الناس يسألون نفسها يقولون طيب شو اللي صاير بكاردانو؟ ليه ينزل سعره وهو ما زال الأمور تمام؟ ترى بناء على الخبر ذا يقولون إنه في كمية ذعر وخوف وتخويف صايرة بالسوق مع الأسف عن طريق تويتر، وطلع وتكلم فيها المدير التنفيذي حق كاردانو اللي هو تشارلز هاسكنسون بناء على الخبر ذا، ويقول إنه يا جماعة الخير لا تخافون، وجالس يتكلم أثناء الرحلة والجولة حقته اللي في أفريقيا اللي مسمينها بان أفريكان تور. ويقولون انه الناس يعني شوي قلقانه بالنسبه للتطوير الاخير اللي يسمى بلوتوس ابلكيشن باك اند او PAB. ففي قروشه، في تخويف بكميه كبيره من الناس ما يبونه يرتفع، بالعكس يبونه ينزل لانه اوريدي ارتفع، فيبون يشترون فيه على اسعار رخيصه. فاحنا المفروض كمستثمرين يا جماعه الخير ما نخاف، بالعكس اذا انتم عندكم سيوله عندكم امكانيه تشترون في العمله هذه مؤمنين فيها، الخبر هذا بالعكس المفروض يكون شيء كويس بالنسبه لكم، يعطيكم قابليه انكم تشترون على اسعار ارخص. اذا والله ما عندكم قابليه ما عندكم امكانيه خلاص اصبروا ورايد ذا ويف الين ان شاء الله يصل الى اسعار جدا محترمه. في شركة فرعية لإحدى الطيران المكسيكي اسمها فولاريس الآن بادية تستقبل المدفوعات عن طريق البيتكوين، فهذه حركة جديدة صراحة بالنسبة للطيران المكسيكي يعني، وعقبال باقي شركات الطيران. الـ FCA أو الـ Financial Conduct Authority يعني زي اللجنة المعنية بتنظيم الأمور المالية في بريطانيا، الآن يعني موجهين كلام واتفاقية يعني داخلية مع تيك توك ومع يوتيوب على أساس يوعون المستثمرين الجدد وخصوصا الشريحة الفئة العمرية الصغيرين في العمر. بناء على التحليل حقهم هم يقولون أنه أغلب الفئة اللي داخلة بعنف وبشغف في مجال العملات الرقمية هي تقريبا اللي تتراوح ما بين 16 سنة إلى 30 سنة، هم هذول أكثر ناس، فهم حابين يوعونهم وكاتبين انه ترى احنا مو جالسين يعني نثبط الناس او نخوفهم، لا احنا بس نبي نتاكد انكم تدخلون فيها بالشكل السليم فقط لا غير. هذا بناء على الخبر. في شركه معنيه في الابحاث الماليه الجنائيه اسمها هندنبرغ ريسيرش يعني موفرين زي مكافاه بقيمه 1 مليون دولار للي يقدر يعني يتطقس ويجيب المعلومات فيما يخص عمله تذر او اليو اس دي تي على اساس وين هم جايبين فلوسهم، اللي يدعون انه لما يوفرون قيمه معينه وسيوله معينه في السوق بقيمه الدولار، لانه تعرفون يو اس دي تي مرتبط بالدولار، فالباك اب حقها او الدعم او السبلاي الحقيقي المرتبط فيها هم شاكين فيه،
وتذكرون احنا تكلمنا بالعملة هذه انه بالفعل عندها اشكاليات كبيرة، وحتى التدقيق اللي مرت فيه ما يورون اوراقهم بشكل واضح وصريح. فالجماعة هذول الان مستلمين امهم وموفرين زي المكافأة. فاذا في احد منكم يعرف يا جماعة الخير، ترى في مليون دولار بس نص بالنص. تستمر يا جماعة الخير حركات التلاعب والتخويف والاستقعاد مع الأسف. فالآن إحدى السيناترز اللي موجودة في أمريكا اسمها إليزابيث وارن حذرت وتطالب المدير التنفيذي لشركة فيسبوك العالمية اللي هو مارك زوكربيرج المؤسس برضو الفيسبوك، يقولون أنه أول ما طلعوا هم اليوم طلعوا المحفظة المعنية بالفيسبوك سموها نوفي، تمام؟ فقالوا له لازم توقف كل التداولات ولازم تمنع الموضوع ذا، والموضوع ذا كله لازم يتم إيقافه الآن. فتخيلوا كمية التحذير اللي ما هو كويس مع الأسف. طبعا الآن فيسبوك أصدروا المحفظة المعنية فيهم وتسمى محفظة نوفي، وهم طبعا يبغون يسوون زي العملة الخاصة فيهم. تذكرون أول من زمان قبل سنين وهاجموهم، الآن العملة حقتهم اللي إلى الآن ما تم إصدارها اسمها ديم. طبعا الإعلان ده صار في أمريكا وبدأ أيضا في غواتيمالا، وسمحوا للناس أنهم يقدرون يتداولون يبيعون يشترون الباكسس اللي هو USDP بدون أي رسوم يا جماعة الخير. وكوين بيس هي إحدى المنصات اللي ساعدتهم في موضوع المحفظة حقتهم. هذا هنا خبر ثاني برضو يؤكد أنه بالفعل فيسبوك راحت لكوين بيس أساس يتم تداول الباكسس من خلال المحفظة حقتهم. فمع الأسف حركات التخويف هذه معروفة على أساس الناس تخاف وتبيع وهم يشترون بأسعار أرخص من كذا بكثير. أيضا منصة كوين بيس اللي تو تكلمنا فيها يعني داخلين بمحاور للتطوير بشكل جدا بطل صراحة. موقعين عقد مع الـ NBA لكرة السلة، حيصير فيه زي التيشيرتات، حيصير لها إعلان الكوين بيس على التيشيرتات هذه لمدة سنوات قادمة، ولكن ما أعلنوا عدد السنوات بالضبط. تذكرون أمس تكلمنا أنه أمس بدأ التداول بأول مؤشر للعقود الآجلة المرتبط بالبيتكوين. الغريب والشيء مرة خطير أنه أول ETF يتم الوصول فيه بكمية تداول أو فوليوم شراء وبيع في خلال يوم واحد بالكم هذا اللي هو بقيمة $1 billion، عمرها ما صارت يا جماعة الخير. فتخيلوا كمية الإقبال البطلة اللي صارت على الـ ETF هذا. وطبعا أنتوا عارفين أنا أمس قلت لكم أنه تم التداول في منصة نيويورك ستوك إكسشينج تحت التكر سيمبل المسمى BITO. أنا الظاهر أني قلت لكم شيء مختلف بس أنا مستغرب الآن مغيرين اسم التكر، بس على كلام الخبر أنه هذا هو اسم التكر BITO. تعرفون في شخصية مشهورة في أمريكا اسمها مارثا ستوارت، هي مقدمة برامج وطبخ وأشياء زي كذا، الآن برضو داخلة في لعبة non-fungible tokens NFTs، وسوت NFTs المعنية فيها على ثيم كذا يعني زي الهالوين، لأنه عارفة أنه في فلوس في هالمجال. وطبعا هي already مليونيرة يعني، فعندها تيم يقدر ينشئ لها الموضوع هذا بكل سهولة ويسر. أيضا مغنية مشهورة اسمها مرايا كيري، أكيد الجيل الطيبين منكم أكيد يعرفها، اللي يعرفها يكتب لنا تحت التعليقات. الآن برضو شرت بيتكوين من خلال إحدى المنصات اللي أكيد واضح أنهم يعني داعمينها ومعطينها فلوس أساس سوي لهم الدعاية ذي، اللي اسم المنصة هذه منصة مشهورة جدا أمريكية اسمها جيميناي إكسشينج. فيعني حركة لتثقيف الناس والمتابعين واللي يحبونها على أساس برضو يستثمرون في مجال العملات الرقمية. ستانلي أيضا الشخص اللي أسس الشخصيات المشهورة في مارفل زي سبايدر مان آيرون مان وإكس مان وشخصيات كثيرة، برضو نفس الشيء الآن جالس يحول كثير من الأشياء اللي هو رسمها وصممها كأفلام وككوميك بوكس زي الكتيبات والأشياء اللي زي مجلة ماجد كذا، الآن جالس يحولها إلى NFTs. Grayscale Bitcoin Trust اللي هي إحدى صناديق الاستثمارية العالمية الكبيرة، تكلمنا الموضوع هذا أمس أنهم جالسين يفكرون جديا أنهم يحولون الصندوق الاستثماري حقهم إلى مؤشر في التداول في العقود الآجلة المرتبطة بالبيتكوين. طبعا أول ما أعلنوا الخبر ذا أكيد نزل سعر التداول حقهم للعملة حقتهم الجي بي تي سي بنسبة 20%. أكيد أنهم زعلوا المتداولين اللي عندهم وخوفوهم، يمكن لأنه في ناس يعني يقولون دقيقة حنا داخلين وموقعين معكم على شيء، الآن أنتم تقولون تبون تحولون الفلوس إلى البيتكوين. وطبعا خبر زين على المدى البعيد بس طبعا سبب شوي فد وخوف، وهذا شيء متوقع طبعا. فنزلت سعر الشيرز حقتهم من $57.4 إلى $45.6، تخيلوا تقريبا قرابة $10، ولكن مستقبلا أتوقع والله أعلم أنه حيرتفع مرة أخرى. فاللي مستثمر معهم ترى هذه فرصة شراء جيدة ولا استشارة مالية.
طيب يا جماعة خير، وصلنا نهاية الفيديو. اللي يعرف مرايا كيري، أدري إنه ما دخل في العملات الرقمية، اكتب لنا تحت في التعليقات، ودعمونا الله يعافيكم باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعيل جرس التنبيهات عشان تجيكم الفيديوهات أول بأول، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات قريبة. سلام.